رجعنا معكم مشاهدينا، وهلا صار وقت نحضر الكنافه او الكنافه على الطريقه اللبنانيه. خلونا نشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجه ل 10 بوتي بان، او ممكن نستبدلهم بتوست، 10 توست ابيض او توست الطري طبعا، او فينا نحط البقسومات، بس هي بتطلع اطيب لما نحط بوتي بان او توست ابيض، توست الطري. وبحاجه معه ل 250 جرام زبده، طبعا افضل تكون قليله الدسم، 500 جرام موتزاريلا، جبنة الموتزاريلا، 3 أكواب لبن خالي دسم، كوب سميد، نص كوب سكر فاكهة، معلقة صغيرة مزهر، معلقة صغيرة مورد، وشربات بالآخر لنحطه على الكنافة. لكن هيدي هي المقادير. صراحة طريقة التحضير كتير هينة وكتير سهل تكونوا عم تعملوا كنافة عندكم بالبيت. أول شي رح ابتدي فيه، بما أنه اللبن بده وقت على النار مع السميد والسكر، رح حطهم على النار وارجع اطحن البوتي بان بالخلاط ونحطه مع الزبدة. لكن اول مرحلة عندي السميد على البارد، طبعا رح نحط بقلب الحلة او كسرورة، رح نحط السميد، رح نحط السكر. عم بستعمل سكر فاكهة، يعني أنا عم بحاول أقلب شوي الكنافة لحتى نعملها أكتر تكون ميلة إنه تكون كنافة صحية. كيف؟ منحط سكر فواكه، منحط لبن خالي الدسم، هون منكون خففنا كمان الوحدات الحرارية. بذكركم كوب من اللبن كامل الدسم بيحتوي على 150 وحدة حرارية، كوب من اللبن خالي الدسم بيحتوي على 90 وحدة حرارية. يعني بتفرق لما نكون عم نستعمل 3 أكواب مثل هلا، بتفرق. رح حط الخليط على النار، وطبعا بدنا نضل عم نحركه حتى ما يلزق وما يكعكل. مع اتصال، مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا ميرنا. مساء النور. صح، هبة. هبة؟ كل سنة. ميرنا طيبة. ميرنا، ميرنا مش عم بسمعك منيح. عم تسمع كل سنة وحضرتك طيبة. ميرسي يا ميرنا، وانت طيبة. ميرسي. انا كنت عايزة اسأل سؤال عن الفسيخ. عن الفسيخ. الفسيخ؟ الفسيخ، تفضلي. بكرة الحلقة كلها عن الفسيخ. شو السؤال؟ هو هل الفسيخ فعلا مضر للناس اللي عندها ضغط مرتفع؟ يعني طبعا. الناس اللي عندها ضغط بيعللهم الضغط؟ طبعا طبعا، كثير مش شوي. الفسيخ والرنجة اثنيناتهم، اللي عند كل الاشخاص اللي عندهم ضغط مرتفع، وطبعا بكره بالحلقه رح احكي بالتفاصيل ليش وهيك، بس الفسيخ والرنجة اثنيناتهم بيكونوا مغرقين بالملح، فاثنيناتهم بيكونوا مضرين للاشخاص اللي عندهم ضغط مرتفع. تمام. طيب وسؤال ثاني، ريحه البصل ازاي ممكن اقدر اخفف ريحه البصل ان هي ما تبقاش لازقه في البق او في الايد او كده؟ ممكن من بعد ما تكوني اكلتي بصل تاخدي نعنع او بقدونس. ممكن تاخدي نعنع او بقدونس، هذا الشيء بخفف شوي من ريحه البصل بالتم. شكرا. اوكي، ميرسي على اتصالك يا ميرنا. شكرا. طيب انا هلا على النار طبعا عم بحرك منيح السميد مع اللبن مع السكر، رح يغلو بسرعه، رح تشوفوا كيف رح يغلو بسرعه لانه كميه السميد منا قليله. خلينا بهالوقت شوف اذا نشفت مية الرز، رح نطفي تحت الرز. الرز صار جاهز، طبعا بنرجع بنغرفه مع بعدين مع الستيك. رح اترك اللبن على النار، بس طبعا بدنا نضلنا عيننا عليه حتى ما يلزق وما يفور. بهالوقت بالكيتشن ماشين رح اخذ 10 بوتي بان وحطهم بالكيتشن ماشين لحتى نفرمهم. بنقطعهم شوي، رح حط هول هلا افرمهم، نرجع بنحط الباقي.
هلا طبعا كمية البوتي با بتختلف مع حجم الصينية. أنا الصينية اللي رح أعملها تقريبا صغيرة، منا كتير كبيرة، مثل يعني القالب اللي موجود قدامنا الجاهز. أنا طبعا محضرة قالب جاهز من قبل، تقريبا نفس الحجم، ما رح أحتاج أكثر من هيك لبوتي با. يعني أنا حطيت هلا 8 بوتي با بدل 10. نرجع نحرك اللبن لأنه السميد مع اللبن بيلزق بسرعة. بنضلنا عم نحركه إلى أن يغلي غلوة واحدة، ما بنخليه يسمك كتير لأنه بعد ما نحطه بالفرن. لكن هون عندي هلا البوتي بان بقلب الصينية، بدي أحط فوقهم الزبدة اللي مدوبتها شوي وأخلطهم مع بعضهم. هكينا بدنا نخلط البوتي بان مع الزبدة لحتى يتماسكوا كلهم مع بعضهم. تقريبا بدنا كوب من الزبدة، يعني 250 جرام من الزبدة. وبدنا نتأكد انه كل الاطراف تبع البوتي بان اجى عليهم زبدة ولزقوا مع بعضهم بهيدي الطريقة. طبعا افضل كتير نكون عم نستعمل الزبدة قليلة الدسم حتى نكون عم نخفف من الوحدات الحرارية، انما كتار منكم عم يحكوني على الصفحة وعم بيقولوا لي ما عم نلاقي الزبدة قليلة الدسم. بعرف وانا كمان عم لاقيها بصعوبة صراحة وبأماكن معينة. فلما ما نكون عم نلاقي الزبدة قليلة الدسم فينا نقلل كمية الزبدة. هلا بالكنافة ما فينا نقلل كمية الزبدة كتير، بس بدل ما نحط مثلا كوب فينا نحط كوب الا ربع، بنكون خففناها شوي. يعني الهدف انه نخفف الوحدات الحرارية. هي عادة الزبدة قليلة الدسم تحتوي على 50% دسم اقل من الزبدة العادية، فمنخفف شوي كمية الزبدة اللي عم نستعملها بالحلويات اذا ما كان عندنا زبدة قليلة الدسم. لكن من بعد ما نكون حطينا البوتي بان بكعب الصينية وحطينا عليه الزبدة وخلطناهم مع بعضهم ولزقناهم هيك مثل ما شايفين قدامكم، رح ناخد جبنة الموتزاريلا تقريبا نص كيلو. نص كيلو بالصينية اللي أنا عم بعملها، يعني إذا صينية كبيرة طبعا أكبر من هيك أنتو بدكن تعملوها، بدكن تزيدوا كمية الجبنة. الكنافة على الطريقة اللبنانية اللي هي الكنافة بالجبنة مش الكنافة بالقشطة، والجبنة اللي عم بستعملها هي الموتزاريلا، كمان بوزعها مظبوط بقلب القالب. هلا من بعد ما يغلي اللبن على النار بدنا نحط له نقطة موارد ونقطة مزهر. كمان فيكم ما تحطون، بس الموارد والمزهر بيعطوا طعم كتير طيب للكنافة. إذا بدكم إياها على الطريقة اللبنانية 100% بدكم تحطوا موارد ومزهر. إذا ما بتحبوا طعم الموارد والمزهر فيكم ما تحطون أو ما تكتروا، يعني نحط نقطة بنقطة مش ضروري معلقة صغيرة. لكن ما بدنا اللبن كتير يسمك. بلش يغلي أنا هون عند اللبن، رح حط نقطة مزهر، نقطة موارد، ورح شيلهم عن النار وحطهم فوق الجبنة. وزعهم مظبوط على الجبنة. هلا انا عندي شوي السميد كلكع لانه تركته على النار، طبعا كنت مجبوره. انتم ما تتركوه على النار حتى ما يكلكع هيك. بنوزع اللبن مظبوط مع السميد
اذا ما خلطته مظبوط وكل الوقت بقيتوا عم تخلطوا السميد بجمع باخر بالحله تحت، لازم تضلكن عم تخلطوا. من بعد ما نكون حطينا كل المقادير بقلب الطبق بدنا نحطها بالفرن للكنافة تقريبا لمدة 25 دقيقة ليبلش وجهها يزهر. لكن رح حط الكنافة بالفرن طبعا داير من قبل بوقت وحامي لمدة 25 دقيقة. وأنا طبعا محضرة الكنافة من قبل بوقت بالطبق اللي موجود قدامكم. هلأ من بعد ما نشيل الكنافة من الفرن بدنا نقلبها، يعني هيدا هلأ أنا اللي حطته هون هيدا القفا اللي هو البوتيبان اللي بالكعب بيكون تحمر بالفرن، بنقلبها وبصير في عنا الكنافة مثل ما شايفينها جاهزة قدامكم. شو بضل عنا؟ بضل عنا نحط لها شوية شربات، فيكم تحطوا شربات على القالب وفيكم لما نقطع قطعة نحط الشربات. أنا رح أحط هلا شوي هيك وانتو فيكن اذا ما بدكن تحطوا عليها كلها فيكن كل قطعة بوحدتها نحط عليها شربات. وهيدا طبق الكنافة على الطريقة اللبنانية صار جاهز.